أنا هني موجودة عشان برنامج تحدي الأفكار عشان نحصل حلول إبداعية حق مشاكل تواجه جهة معينة اللي هي قطار الخيرية. هي فرصة حلوة حق اللي عندهم أفكار وعندهم روح إبداعية أو إنه يحبون يطوعون إن أيون نفس هالورشات عشان يستفيدون. الورش طبعا مستمرة وهي من ضمن الجانب الأساسي لملتقى الشباب القطري، من خلاله طبعا هذا تعتبر ورش تنشيطية لكل من يرغب، وهي دعوة للجميع للحضور والاستفادة. رحمة الله وبركاته، ناصر المالكي مدرب في برنامج تحدي الأفكار. اللي صار عندنا أن احنا قدمنا ورشة في التصميم التفكيري أو التفكير التصميمي، واليوم الشباب قاعدين يناقشون، كل مجموعة تناقش واحدة من التحديات اللي تمر على مؤسسة من مؤسسات الدولة، سواء قطر الخيرية، الريل، أمان، أو في مجموعة رابعة نسيتها يمكن. فكل مجموعة تحاول توجد حلول للمشكلة اللي قدمتها المؤسسة. اليوم المؤسسات الأربع كانوا على المسرح الرئيسي، قدموا المشاكل اللي عندهم، فالشباب في نفس الوقت جايين يشوفون لهم حلول لهذه المشاكل، عبارة عن جلسات عصف ذهني يطلعون فيها إن شاء الله بحل راح تطبقه إن شاء الله المؤسسة. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم واضحة العلبة، مدربة وأحد الميسرين في مجال تدريب رواد الأعمال تحت برنامج تحدي الأفكار. اليوم إن شاء الله إحنا قاعدين نواجه تحدي أحد الجهات وهو بنك قطر للتنمية، ومنها يعمل عندنا شبابنا والبنات على إيجاد بعض الحلول لبعض التحديات اللي تواجهها بعض الجهات، منها نلاقي الإبداع، منها نلاقي التخطيط الاستراتيجي الصحيح، منها نلاقي الفرص الجديدة اللي ممكن الجهات تستغلها في سبيل إيجاد الحلول. نفسنا وإن شاء الله ننقلها عندنا وعزز هالشيء، لأني أدري إن في أشياء لا تنتقل أشياء ما نقدر ناخذها، في أشياء أبدا. تشوفون قدامكم الآن هم مرشحين انتخابات لجنة الشباب الاستشارية لوزير الثقافة. أشوف أكثر عندنا يعني يا جماعة، ترى يعني ثقافتنا حن تكسر منا، بس يعني أنا إن شاء الله الشباب يجيب هذا بالتصميم والتغيير ان شاء الله. نشوف الشباب للطلبه للعالميه لازم يكون عندهم ادراك شلون يستثمرون التكنولوجيا حتى يوصلوا للتوصل ادائهم للعالميه، فنشيل انا استنتج من خلال التكنولوجيا. يعني راح توظفين ايضا دراستك في هذا المجال، نعم، في هذا النقاط شلون؟ انا دراستي طبعا في المجال، طبعا عدد جهات مشاركه منها اهداف التنميه المستدامه، مركز قطر للعمل التطوعي، وايضا بيوت الشباب القطريه. عطني جديد والاهم. عندنا في بيوت الشباب القطريه انشطه جديده مسوينها حق شبابنا القطري. أيوة. ومنها برنامج تدريبي في الارشاد السياحي. البرنامج هذا موجه تدريب للارشاد السياحي. الارشاد السياحي نعم. أوكي. يعطيك المهارات الاساسيه انك شلون تكون مرشد سياحي على مستوى احترافي، انك تقدر تستقبل وفود من برا وتاخذهم في زيارات في انحاء قطر. انت من ضمن الخريجين صح؟ نعم. شو اللي استفدت من الدورة هذه؟ أول شيء الدورة عرفتنا شلون نتعامل مع السائح من أول ما يجي من المطار. أيوة. شلون تستقبله، وين تقدر توديه في الأماكن اللي في قطر المتاحة اللي ما حد يعرف عنها، يعني حتى لو تسأل الشباب اللي عندنا في قطر تقول لهم وين هالأماكن، وين هال. طيب عطني مكان من الأماكن هذه. عندك مثلا جزيرة بن غنام. صحيح. جزيرة بن غنام فيها حتى الشباب الحين مستغلينها مسوين فيها نشاط الكاياك. نعم. وبسعر رمزي تقريبا، وتروح تستمتع هناك بالطبيعة. تواجدنا اليوم في مركز قطر التطوعي بمبادرة وتين، عندنا كذا فعالية أساسية في البوث اليوم. فعالية الأساسية هي اسأل مؤثر، اللي هي ممكن الحضور يسأل سؤال حق هالثلاث مؤثرين اللي عندنا، سعود المعاضيد وناصر المغيصيب وحسن الساعي، بحيث إن ما يقدرون يوصلون لهم وإحنا نوصل لهم السؤال وبكرة يجاوبون عليهم. عندنا فعالية ثانية هي اللي هي المحطات، عن فعالياتنا السابقة اللي سويناها وتبين لهم أهداف الفعاليات اللي صارت وبس. ما شاء الله في الفترة المسائية في حضور كبير من شبابنا وأيضا من كلا الجنسين طبعا، للتعرف على المراكز الشبابية ودورها اللي تقوم فيه. فطبعا هذا الشيء يتلج الصدر صراحة،
البعض قال لا ما كان في ما راح يكون في حضور، ولكن الحمد لله الحضور كبير وفاق التوقعات، لان بالفعل احنا محتاجين ان نعرف اكثر واكثر عن مراكز الشبابين اللي نشوفهم من برا ولكن فرصه نتعرف عليها من داخل. البعض قاعد ياكل خيار صح، واحنا في مركز اصدقاء البيئه صحيح. شوفوها قاعد ياكل خيار، شوفوهم صح ياكل خيار. ليش ياكل خيار؟ طبعا اول شيء احنا نرحب فيك ونرحب كل المتابعين اللي موجودين معانا واللي من خلالهم قاعدين يتابعون حسابك في جناح مركز اصدقاء البيئه. سألتني عن الخيار. الخيار أورجانيك 100% خالي من المعالجات الكيماوية. طبعا هذا إنتاج من شيء اسمه نظام الزراعة المائية، اسمه موجود عندك واضح على الجدارية هذه. الجدارية هذه يتم إنتاج الخضروات من خلال استخدام المياه، تهدف المياه هذه إلى تقليل الحجم الكبير من الاستهلاك المياه. الماي هذا دائما مستمر مع استخدام بعض المحاليل، وهي المحاليل هذه تعتبر فيتامينات للنبتة، تزرع فيها وتقدر تسويها حتى في البيت. حلو. طبعا عشان اتعرفك على النظام هذا اكثر معنا المهندسة رهف. هو عبارة عن جهاز بسيط نحن بنقدر نعمله بالبيت. هو عبارة عن انابيب، اوكي، عاملين احنا فيها فتحات وحاطين فيها الخس. انا مختارة شتة في الخس، هاي هي نحن. انا بس بدي اوكي، انا بس بدي اي وسط مشان يثبت لي الشتلات. الشتله اكثر نباتات بتتناسب الزراعه المائيه هي عباره عن الورقيات وعن الخضار، مثل هون الخضار اللي احنا موجوده قدامنا مثل الخيار، الفلفل، الطماطم، الباذنجان، كلهم هذول بيناسبوا الزراعه المائيه. هلا بالزراعه المائيه انا بحاجه بس لمي وبحاجه لمغذيات للنباتات. انا حاطتهم بالوعاء وحاطه مضخه، هي نفس مضخه حوض السمك، المضخة مهمتها توصل لي الأغذية والمي للشتلات، وبترجع المي مرة ثانية وبتتجمع بالوعاء البلاستيكي. أوكي، تنعاد العملية مرة ثانية. يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية. احنا مركز الفنون البصرية تابعين لوزارة الثقافة والرياضة، مشاركين هنا بلوحات جداريات برسموهم فنانين قطريين بالأعلى الجداريات، ومشاركين هنا بالمجسم قطر بكتبوا عليه الشباب تعبير يعني عن حب قطر، كل واحد بكتب منطقته واسمه. وعندنا كمان فنانين برسموا على لوحات، وفي عندنا كمان ديجيتال، رسامين ديجيتال برسموا كمان على الجهاز على الشاشة. حلو العافية. الله يعافيك. صورة تذكارية مع سعادة وزير الثقافة صلاح بن غانم العلي مع طالبات برزان. السلام عليكم، يعطيكم العافية. تطبيق شباب لدعم هو تطبيق يدعم المواطن والمقيم والزائر في الدولة للفئة الشباب. هذا التطبيق تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة، يستهدف المراكز الثقافية والشبابية وأيضا المؤسسات الحكومية والشبه حكومية في الدولة. احنا هدفنا الأساسي هو في الدولة هو الشباب، فكل ما كان انا قدمت خدمات للشباب وسهلت لهم انهم هنا يطوروا مواهبهم ويطوروا اهتماماتهم ويتثقفوا أكثر، كل ما كان زدنا التنمية المستدامة في الدولة. فكل ما التطبيق يجمع المراكز الثقافية والشبابية والمؤسسات بيسهل للشاب أنه هو يدخل على هذا التطبيق ويحصل على المعلومات اللي موجودة فيه، ويقدر أنه هو يطور هاي المواهب من الخدمات اللي موجودة في هذه المؤسسات. السلام عليكم. مرحبا استاذ حسن، شرفتنا في جناح مركز المال الاجتماعي. احنا موجودين هنا لتعريف الجمهور بالخدمات والبرامج اللي قدمها مركز المال الاجتماعي من انشطه ودورات تدريبيه، من ضمنها في مجال رياده الاعمال وايضا رياده الاعمال الاجتماعيه وايضا المهارات الحياتيه. وايضا متواجدين هنا لتعريف الشبكه التم للعمل التطوعي، اللي هي الشبكه التم للعمل التطوعي تقدم ايضا التعريف للجمهور
هذه شبكة تم العمل التطوعي هي منصة إلكترونية نقدم فيها خدمات في العمل التطوعي من دورات تدريبية وأيضا تعريف للجمهور بالفعاليات التطوعية الموجودة بالدولة تحت منصة واحدة اللي هي tem.qa و لي هذا هذه اي نعم tem.qa تعال ياي ايوه حسن ساعي حبيبي يسعد لي مساك ومسا قلبك ولمتابعينك الحلوين يا هلا وحياكم في ما بنقول شباب كعبان تعال ياي مشهد مسرحي بحضور مجموعه كبيره من الضيوف وايضا سعاده وزير الثقافه ومثل ما نشوف ايضا شباب الخدمه الوطنيه موجودين. احنا مركز الدانة للفتيات، مركز ثقافي فني رياضي مختص للفتيات من 13 سنه ورايح اللي هم فئه الشباب. المركز طوال السنه دورات ومحاضرات وورش. عندنا حاليا هني في البوث لعبه التحدي عباره عن فقرتين، فقره اسئله والفقره الثانيه اللي هي تحدي الكوره مع العلب. طبعا ما تشوف طبعا هذه لعبه القزمنا حلو طبعا هي عباره عن اسئله وبعدين لعبه مثل هذه نوع من التحفيز نوع من الحركه التفاعليه وشيء طيب طبعا وش مشكورين الاخوان او الاخوات في مركز الدان للفتيات نفسكم من الاداره العامه للمرور واضافه الى خالد الريحي مدير حلقه الحسين وايضا رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات الناريه عبد الرحمن المناعي. ومن أيضا ناصر زيدون الكواري أمين سر العام بمركز مواتب